هذا الموضوع كانت احد الاهداف الرئيسيه للاستراتيجيه هي توفير الاراضي الصناعيه. ودي كانت مشكله بتقابل الصناعه في الوقت الحالي. هدي لك مثال. من سنه 2006 لحد سنه 2015 هيئه التنميه الصناعيه طرحت 9.5 مليون متر مسطح اراضي صناعيه. 9.5 مليون. سنه 2016 هيئه التنميه الصناعيه طرحت 11 لوحدها طرحت 11 مليون متر مسطح. خطة الهيئة لحد سنة طبقا لأهداف وزارة الصناعة المنوط بينا تنفيذها لحد سنة 2020 60 مليون متر مسطح أراضي صناعية، وده إن شاء الله كفيل بإنهاء أزمة توافر الأرض الصناعية للمصنعين، بحيث إن أي مستثمر عايز يبتدي مشروع صناعي يلاقي الأرض جاهزة مباشرة، ما يضطرش ينتظر طرح أو يدور على ان هو يشتريها من حد تاني عنده الارض وعايز يبيعها له.